كل الدول الغربية تحديدا او الدول اللي بتتبع ديمقراطيات عالية ومستوى اقتصادي مرتفع زي ما حضرتك اشرت ديت، العديد من الدراسات اشارت ان سبب الجذب التنظيم لهذه العناصر ليس له علاقة بالمستوى الاقتصادي او الفقر وغيره، ولكن هو امر له علاقة بالرفض الاجتماعي، له علاقة بمسألة معظمهم على فكرة بيبقوا اصولهم يا اما اصول اسلامية او اصول عربية، مسألة علاقة ان المشروع الجهادي قد يصل الى هذه الدولة ويحررها من الحكم الصليبي والحكم المسيحي وهكذا. دي كلها امور واسباب كانت بتدفع بعض العناصر يعني بالتدرج في ارقامهم او نسب ارقامهم من دوله لاخرى، دي كلها كانت بتدفع هؤلاء العناصر للدخول او النفير او العوده الى ارض الخلافه التي انتهت بمعركه البغوث. يعني الاسباب مختلفه، يعني هو احنا اذا ناقشنا مساله ان اي مقاتل بينضم لتنظيم جهادي سواء كان القاعده او سواء كان تنظيم داعش ولديه اسباب، اولا اسباب خاصه به، يعني قد تكون حالته النفسيه غير متوائمة مع الوضع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدين الذي يعيش فيه بيئته، وأسباب لها متعلقة بفكرة المشروع نفسه اللي هو هينفر ليه أو يعود ليه مرة أخرى ويترجم أفكاره المتعلقة بالدولة في شكل التعايش داخل هذه الدولة الجديدة أو الخلافة اللي بيعتقد أن هي الصورة المثالية للإسلام. في أسباب متنوعة بتختلف من دولة أخرى وأيضا بتختلف من منطقة جغرافية أخرى وأيضا حتى بتختلف من شريحة اجتماعية أخرى، يعني بجد أن أشخاص أغنياء عندهم مستوى ثراء معين وبيعيشوا في حالة رخاء اقتصادي بينفروا للدولة، ودي عنده أسباب متعلقة بالدين أو أسباب متعلقة بأن المشروع الإسلامي لم يتحقق وبالتالي بس على تحقيقه، أو أسباب متعلقة ببراجماتية سياسية شخص لأن يصبح له نفوذ في دولة جديدة في شكل جديد بعد أن تم رفضه في شكل النظام السياسي الموجود أو المتعايش معاه داخل دولته أو الذي يرفضه داخل دولته. فالأسباب متنوعة.